السلام عليكم متابعي قناة صوت على صوت تي في. كما تشاهدون معنا هذه المباشرة من وسط مدينة الدار البيضاء بالضبط منطقة مولاي رشيد، تشوف حملة شاملة مدينة الدار البيضاء على قبال الدراجات النارية اللي مبريباريها كما تنقولو بالدارجة ديالنا. كل بحث بعد الدراجات يشوفوا الماكينة ديالها، البيستون ديالها، المسائل ديالها واش قانونية ولا غير قانونية. هنا كتشوفو تيوقفو الدراجات النارية اللي تيقاوها مبريباريها، يعني الناس ديال الفيتيس. كما تشوفوا المراقبات الاوراق، اول حاجه الخوذه خصهم يكونوا دايرين الكاسكات ديالهم، الا ما كانش داير كاسك تيتحمل المسؤوليه ديال الاوراق. هنا غيقلب الماكينه واش بريباريا ولا ماشي بريباريا، واش 49 ولا 125. كما تشوفوا المراقبه شامله، ماشي غير قناه الصوت على صوت تي في على هذا المباشر هذا. كتشوفوا هنا رجال الامن تيقوموا بالواجب المهني هنايا، تحيه لهم. تيكون واحد من رجال الامن اللي عندو دراية بالدراجات النارية، اللي عارفة واش بريباري ولا مبريباريهاش، يدير مراقبة الوراق، الخوذة ديالو، الكاسك، البلاكة واش راكبة، يعني مراقبة شاملة تتكون هنا رجال الأمن. هما وقفو السيد هذا قلبو الوراق، بقاو قانوني، تلقاوه مشى بحالته الله يسهل عليه، يعني تيديرو مراقبة اللي نقية بصراحة. شنا الخدمة ديالهم كي دايرة، هنا لقاو هاد الدراجة النارية اللي مبريباريا. هنا في هذه الحالة هذه غادي يطلعوها المحجز البلدي باش تكون تحت المراقبة اللي كتشاهدو. هنايا قالك غتمشي للمحجز البلدي، الدراجة النارية اللي لقاوها بريباريا 125، يعني بواحد السرعة اللي كتيرة. تشوفو البيستون ديالها اللي كبير كيما تتبعو معانا، شوف البيستون ديالها قداش. هنا كارثة، هنايا بحال هنا الوالدين اللي خاصهم ينتابو لهاد القضية هادي، شراو المطر لوليداتهم ولكن يحاولوا يكونتروليو الماطر. ماشي قبيله تلاقينا مع واحد الشخص، دابني تلاقينا مع واحد الشخص اللي مسكين شاري موطور، ما عرفش واش ماكينه كبيره ولا صغيره، راكب عليها. تشدوا رجال الامن هنا في هذه الحمله هذه اللي غتشاهدوا معنا، غادي نوريه لكم هذا السيد هذا. قاول الماكينه بريباريا ولكن مسكين ما عارفش، يلا هو واخد الموطور ما عارفش واش بريباريا ولا ماشي بريباريا. يعني هنا تشوف هاد الحمله هادي اللي شامله هنايا، تيديروا مراقبه كاع الدراجات الناريه اللي كاينين، مراقبه الدراجات الناريه اللي كاينه هنايا. شوف تيك الطريقه كيفاش تيقلب الموتور، واش ماكينه كبيره ولا صغيره. تلقى رجل الامن واحد اللي خاص هنا ديباناج اللي عمره غادي تحيلو مع المحجز البلدي. الى هنا متابعينا قناه صوت على صوت تي في، غادي نخليكم الى مباشر جديد ان شاء الله، وتحياتي.